يقول الكاتب الروائي قسطنطين جورجو في روايته الشهيرة الساعة 25: إن الحب تلك العاطفة البالغة لا يمكن أن يكون إلا في مجتمع يؤمن بأن الكائن البشري فريد لا يمكن استبداله، والمجتمع الذي ينتمي إليه يؤمن بشدة بأن كل إنسان يمكن استبداله بسهولة. رواية الساعة 25 للكاتب قسطنطين جورجيو تتحدث عن بطلها يوهان موريتس، مواطن روماني مسيحي يحمل اسما شائعا عند اليهود، فيستغل ضابط الدرك النازي ذلك الاسم ويدرجه ضمن لائحة المشبوهين ليزج بموريتس البطل في معتقلات نازية، وينفرد الضابط بزوجته. وبعد أن توصل الألمان بعد سنوات من السجن أنه ينحدر من جنس آري مميز، تحول وهو مسلوب الإرادة من سجين في المعسكرات النازية إلى سجان فيها، ليجد نفسه بعد انهزام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية في سجون الحلفاء، وتستمر سلسلة العبث اللانهائي في حلبة بطلها الإنسان وضحيتها الإنسان، عمر مسروق وحياة استنزفت حتى آخرها بين التشرد والسجن والمهانة والقمع والتعذيب والتهمة، دائما الانتماء الذي لا يختاره أحد. هي رواية من روائع القرن العشرين، محبوكة بإتقان، رحلة سردية مؤلمة عن الحب والحرب والهوية وعن انهيار الإنسان وإلغاء فردانيته وسط الحروب وتحوله لمجرد رقم يملأ خانة في سجلات الجنود والمعتقلات. متاهة مأساوية عن ألم الإنسان الذي يعيش خارج الزمن بعد الساعة الأخيرة في الساعة 25، أو كما يسميها ساعة المجتمع الغربي الصناعي والرأسمالي المتوحش. رواية من روايات المستوى الرفيع، ومن قرأها تترك جرحا دفينا في الأعماق. من يكون قسطنطين جورجيو؟ الكاتب من مواليد 1916، سنة بعد بداية الحرب العالمية الأولى، وتوفي سنة 1962، سنة بعد انهيار جدار برلين. كاتب روماني عاش كل صنوف الحروب وكل صنوف الحرب الباردة وكل المتاهات الإيديولوجية، درس في المدرسة العسكرية وفي كلية الآداب في بوخارست، حيث ألف ونشر بعضا من قصائده في الصحف الرومانية. اشتغل في بداياته في أمانة مفوضية وزارة الخارجية، ثم في سفارة زاغرب بكرواتيا. تم اعتقاله ما بين 1945 و 1947، ثم أفرج عنه بعد ذلك. غادر رومانيا صوب فرنسا، وفيها نشر رائعته الساعة 25 التي كانت سببا في شهرته الكبيرة، واستقر في باريس إلى حين وفاته عام 1982 عن عمر يناهز 75 عاما. دفن في مقبرة العظماء في باريس بعد أن لبى جاك شيراك طلبه بامتلاك قبر صغير فيها، قائلا: بعد عمر طويل ستفخر باريس أن تضم رفات روائي عظيم مثلك إلى قبورها. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.